عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى السلامة دائما للجميع. طبعا يا اخوان، اليوم بدي احكي لكم قصة كلب البيت بول اللي عض. طبعا هذا الكلب يا اخوان، يمكن في اخوة جداد عندنا مشتركين ما بيعرفوا قصص الكلاب. احنا بنجيب الكلاب الخطرة، بنجيب الكلاب اللي الناس بعد ما الكلاب تعض حدا الناس بدها تستغني عنها، بدها تعدمها، بدها تعمل فيها اشي. انا باخذها بجيبها عندي بروضها، وبحب انا يعني اخليها ما اكون صديق معها، وبحب ادرس سلوكيات الكلب. ليش هاجم اصحابه؟ هذا الكلب اخوان كان موجود عند اخواننا في منطقة اللي حكوا معي، قالوا لي ثاني مرة عض اثنين من نفس الناس اللي عضوا. المهم، فكان في خيار اما اخذه، قلت لهم انا باخذه وبربي. هذا الفيديو اول ما رحنا جبناه، مش عارف يمكن قبل سنتين ما بين التاريخ على الفيديو، لما رحنا جبناه كان مربوط بالعمود ربطوا لنا اياه. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف انا وياك؟ كلب ثانية، وشوف هذا كلب شرس. جدا بقدر يجيبه الشاب. ما هو معه، هو صاحبه. هو صاحبه. شرس جدا. عشان طلع المحصول بدهش رجع. فهمت علي. فبدهم يشيه. بعض. عض ولد، لانه ليش طلعوه؟ عض ولد؟ عض ولد من واحد، ولد من الاولاد طلع لي بشيء السيارة. عض ابن اخوه بقى يضل يتجنن فيه وهو مربوط، بقوا صافين بيطلع 20 واحد. نكام من بين العشرين. عض تقدر تكممه؟ لا بسويش شي. بس بعض هات لبسه الكمام. احنا بنلبسه اياه. هو بلبسه اياه. اعطيني العصاي. جمال بتعرف مش جبت ورتك كلاب؟ خلفت الكلبه اللي جبناها. لا شنوها؟ نسيت والله. انا خليك ساكت، يعني ايه الوصبكيات هذا الكلام؟ خليك ساكت يا حبيبي، فك البيت ولا السلام والمسح. ايوه من تحت. ايوه خلت متعود عليه تكون. هات الكمامة، شد من عندك لبسه يا هذا. جمال مش كبير بالعمر. خلي بالك ايدك. لا ما كملش السنة. لبسه. ايوه بس وسخ الكلب. خبش. قطمها. قطم الكمامة. طب اسمع، بنطلع بالسيارات متعود. بس. طب استنى نحط عليه كمان جنزير. هات اخرى جنزير. هات. خليك. قطم الكمام. اسكت خلص. العصاية شو نسوي فيها؟ فتش. طب لا. استنى شوي. لا فيك. اطلع الجنزير برا برمي. الجنزير واحد بس. رد الناس. رد طلع. ايوه. خلي الرفيع برا. ايوه بس الكلمة هي بنختار. هذا الكلب اذا عضد ناس متعود على العض. يا ابراهيم خلص دخله منطلعه يا زلمه، كيف ما منطلعه. يلا دخلوه. خلص دخلوه. طبق خلص ما يثلش. زي ما شفتوا يا اخوان، كلب البيت بول هوت عضد اثنين، وشرس جدا على الغريب، بس يبدو انه الكلب بيعرف صاحبه. يعني زي ما شفتوا صاحبه بدوش اياه لانه عاضد اثنين، والكلب شوي ضعيف، لكن خلينا نشوفه عنا ونجربه. بس طبعا هذا الكلب انا بحب الكلاب الشرسه اللي زي هيك، راح اخليه انا يصير يكرهني بزياده، يهجم يعض، ويكون ابراهيم صاحبه. يعني هيك الافضل، وبعدين نشوف مخ الكلب، ندرس مخ الكلب، نعرف تصرفات الكلب. اي كلب بنجيبه احنا فترة بنصير نعرف شو الكلب بالضبط وضعه، بغدر بغدرش، لكن هو شرس جدا، يعني باين عليه شرس لكن ضعيف، فيش فيه حيل، لكن هذا بس يشد حيله شوي بصير الكلب قوي. كم الساعة صارت؟ 7:33.
طبعا الكلب يا اخوان كان يعني انا بحكي على الاساس اللي ما بيعرفش القصه، الكلب كان عنده مشكله بدنيه من جوا، كان عنده التهاب قوي في دنيه من جوا، وانا جبت واحد خصوصي بيطري خصوصي، قصينا دنيه وزبطنا له دنيه وعالجنا دنيه، لكن هو المشكله مش من هيك، كانت هو الكلب طبيعته كان هيك، وجبته عندي وانا خليته عمدا يزيد يعني كره وإشي عشان التدريبات. طبعا هو الكلب مسكين ما له علاقه، انا اللي جعلته ودربته يهاجمني انا بالذات. وانا لما خلصت الفيديو يا اخوان كنت بدي اطلع، فقلت لهم خلص افلتوا علي، وصار الحكي انه شخص يعني كان موجود يسكر الباب، لكن ما لحق يسكر الباب. يعني عادي، حكيت انت لما تكون مثلا بدك اجيب لك اياه كيف مثال، انت بدك تركب ضوء في سقف عندك عالي بالمنزل، وتجيب سلم طويل عالي، وتكون لصاحبك او شخص يمسك لك السلم، وطلعت تركب الضوء وهذا الشخص ترك السلم وانت سقطت، عمين الحق؟ حك علي ترك السلم. فيعني الموضوع عادي طبيعي جدا يا اخوان، وهي مش اول عضه، ياما عضيت، عضتني حيه هاي المره، قعدت 3 أشهر اتعالج من ايدي حيه، طبعا غير سامه. طبعا انا زي ما قلت لكم بدل انه الكلاب هاي تنقتل، فانا بعرضوا علي ناس اخذها باخذها بجيبها عندي، في منها بتروض بنعيد له تأهيل، وفي منها مستحيل. يعني عندي واحد اكيتا يا اخوان، كلب اكيتا عض 5، وقبل فترة عندي شغيل متعودات عليه كل الكلاب وبحبوه، لكن هذا الكلب بالذات كديش بطعميه حاول انه يعضه، فانا قلت له ما يكرمش عليه بتاتا. في عندي كلب اكيتا هذاك اشرس من هذا واخطر من هذا ب20 مرة، قديش هذا الكلب انتم بتشوفوه، لكن مش يعني هالكلب الاشي. يعني عندي كلاب مثل البول ترير بويكا برضه نفس الاشي، ما بطيقني، اذا فلت علي بيسويني نقانة، لكن انا عمدا بخليه. بويكا عضه بويكا بيقدر يفجر عجل، هذا لسه عضته قديش قوية، ما بيقدر يفجر عجل. قديش هذا عضته قوية ما بيقدرش يفجر عجل. طيب تعال يلا. الكلب ما له اي ذنب، ولا انا عودته عليه هيك، انا لو بدي صاحبه بصاحبه، لكن انا كنت معوده هيك وحقد علي، يعني لما لحقني ونط علي خلص بده يمسكني باي طريق، بس هو كلب مسكين. ها طبعا انا اول مره بحياتي بطعمي شطور، انا بصير اطعميك امسك يلا. طبعا كلاب الحراسه كلها يا اخوان طبيعي انها تعض واحد ما بيعرفها، واحد يجي منها الكلب بحكي. انا جربت الكلاب، عملت دراسه منيحه على الكلاب في تجارب، اذا الكلب حقد على واحد بضل حاقد عليه وبيعرف شكله بحكي، لانك انت خليته هيك. لكن في كلاب خلص ها زي ما قلت لكم، الكلب يعني كان ابراهيم يتعامل معه طبيعي، ابراهيم اللي يجيبه ويفكه هو الشاب اللي عنده، لكن بعد ما ابراهيم مسكه من اجريه صار شوي بده اعاده تاهيل. ايوه حتى لعب الكلب هو لعبه لما يلعب بكون عوف، هذا كلب زي ما قلت لكم، بس يعني مش هالخطر. طبعا الكلب شوي تغيرت سلوكه باتجاه ابراهيم، لكن هو في الاساس غدر عض اصحابه، هاي معروف، بس يعني احنا روضناه له عندنا تقريبا سنتين، لكن انا بخليه يعني هذا الكلب، يعني الكلب ما له اي ذنب باللي صار، الحق علي انا. شطور. لسه الكلب انا ما بحبه،
بس انا لو بدي احطه براسي احطه براسي كم يوم خلص شكرا يلا.